رحم الله المناضل الحقوقي أحمد سيف الإسلام. الآن خبر عاجل بيقول إن قوات الأمن بتتعامل حاليا في محيط دوران شبرا ومنطقة رود الفرج بالغاز مع مسيرة للوايت نايتس. الوايت نايتس قاموا بمهاجمة القوات عقب تجمع أفراد من وايت نايتس في دوران شبرا، وكانوا في طريقهم لمكتب النائب العام علشان يطالبوا بالإفراج عن بعض أعضائهم اللي تم توقيفهم الأسبوع الماضي بمحاولة أو باتهامهم بمحاولة اغتيال رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.